يقول إذا زرت القبر لأدعو لأبي الميت هل إذا زرت القبر لأدعو لأبي الميت هل يجوز لي أن أدعو لنفسي أيضا؟ وما هي الأوقات التي ينهى فيها عن الدفن؟ القبر يدعى عنده للميت فقط، ولا تدعو لنفسك. إذا أردت أن تدعو لنفسك ادعو الله في المسجد أو في أي مكان، أما عند القبور لا تدعو لنفسك ولا لغيرك من الأحياء، وإنما تدعو للأموات فقط.